أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الاقتصاد لنهار اليوم. في المستهل وبهدف تحسين أداء الخدمات المالية البريدية، جاء ملتقى رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر ودورها في تحسين الشمول المالي بحضور أهل الاختصاص وإطارات سامية في الدولة. اللقاء يعد محطة تقييمية ووقفة استشرافية للمبادرات الهادفة إلى إضفاء ديناميكية على النظام البيئي المساعد على تفعيل الشمول المالية. سجلنا خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية من سنة 2023 سجلنا أكثر من 13 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق بريدي موب فقط، ويتوقع أن تبلغ هذه العمليات 32 مليون عملية ما نهاية السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاع يتجاوز 65% مقارنة بالسنة الماضية. أعلن وزير الصناعة والإنتاجية الصيدلاني علي عون على هامش زيارته لمنشآت صناعية بولاية البويرة، أعلن عن شروع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات في دراسة أكثر من 250 ملف استثمار تسهيلا وتشجيعا للمستثمرين. الشباك الجديد هو وضع باش يسهل الأمور للمستثمرين. المستثمر يتوجه بالملف نتاعو في المنصة الرقمية، يحط الملف نتاعو، وتكون دراسة من طرف هذا الشباك. وفي حاليا والجماعة هنا على بالهم في ولاية بويرة تقريب 250 ملف دراسة. كاين بعض الملفات اللي مازال ما درستش لان فيه نقائص، ولكن راهم الشباك هذا نتاع الابي جديد خليوا له الوقت يتاقلم مع الوضعيه في الاستثمار. عرفت صادرات الجزائر خارج المحروقات التي ارتفعت سنة 2022 ب 30%، عرفت تنوعا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، علاوة على ارتفاع ملحوظ من حيث القيمة والكم، لا سيما بالنسبة لمواد البناء وشعبة الحديد والصلب والمنتجات الغذائية. وتعد مواد البناء القطاع الذي سجل ارتفاعات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا حديد البناء الذي انتقلت صادرات بأكثر من 577 مليون دولار السنة المنصرمة. أما بخصوص مجموعة المنتجات الكيميائية وشبه الكيميائية ومشتقات المحروقات، فارتفعت صادراتها لتصل إلى 1,800,000,000 دولار. تعمل كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك على تنويع البنود التعريفية الجمركية الخاصة بالتمور، مع استحداث بند تعريفي خاص بدجلة نورة بهدف تثمين هذا المنتوج الجزائري المطلوب في الأسواق الدولية، حسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة التجارة، والذي أشار إلى صدور مرسوم قريبا لتأطير التوقفات السنوية التقنية لوحدات الإنتاج لا سيما المطاحن والملبنات، وذلك لضمان عدم تأثر إنتاج المواد الواسعة الاستهلاك في فترة الذروة الاستهلاكية. على الصعيد الدولي، أظهر استطلاع لمعهد إيفو الألماني أن مؤشرات صناعة الصادرات الألمانية تدهورت بشكل ملحوظ شهر جوان الحالية، وتراجع مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الصادرات إلى ناقص 5.6 نقطة في جوان الجاري، نزولا من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب في مي من السنة ذاتها. وجاء في التقرير الصادر عن المعهد أن غالبية القطاعات تتوقع تراجع صادراتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
شهدت أسعار النفط في تعاملات اليوم انخفاضا قبيل بيانات حول مدى إقبال الأمريكيين على الوقود خلال موسمي الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.6% إلى 73 دولارا و77 سنتا للبرميل. كما انخفضت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.6% ومسجلة 68 دولارا و95 سنتا للبرميل. شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مع تراجع قيمة الدولار، وصعد الذهب في المعاملات الفورية ب 0.13% إلى 1925 دولارا و80 سنتا للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب ب 0.1% وحققت 1935 دولارا و60 سنتا للأوقية. ختام النشرة بأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام النشرة، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.